صباح الخير هدى. صباح الخير زكية. هدى نواصل حديث بديناه البارح وحدثني حتى هذا بدينا نحكي عن الحم العلوش. كان نذكروا المنافع تاع الحم العلوش عجالة مش نمروا المواضيع أيضا اللي تستحق اليوم الحم العلوش معناتها كيف ما الحم الكل غني في البروتين، فيه 17% بروتين زلال، فيه الحديد، فيه الكويفر، فيه نحاس. يعني الحديد والنحاس هذوما اثنين لازمين لتركيب الهيموغلوبين اللي هي في الدم. فيه الفيتامين بي من نوع البي، فيه الكلور، زاد عنده يعني خلف برشا حوامض في وسط الجسم، وفيه الحامض البولي الاسيد يوريك، فيه منافع وفيه مضر الناس خاصه اللي عندهم امراض الاستعداد باش يمرضوا بالحاجات هذوما. فيه منافع بالاخص للناس الصغار اللي في النمو نتاعهم، للناس اللي عندهم فقر في الدم وحكينا عليهم سابق. لكن اكثر من هذا ما فماش منافع اقوى، بما ان الحمى هوش ضروري كل يوم، مش ساعه نجم ناخذ منه مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوعين، ما اكثرش من كل يوم يولي برشا، على خاطر ما ننساش اللي هو الدسم والافراط فيه ينجم يحدث معناتها امراض كيما ارتفاع نسبه الدم ولا ارتفاع نسبة الحامض البولي هذا الاسيد يوريك في الدم. والحامض البولي الناس اللي بعد العيد الكبير حالات تظهر برشا نقرس خايب، هما يعني يظهر في المفاصل، تولي وجيع في المفاصل على خاطر النسيج نتاع المفاصل التيسيو كارتيلاجينو عنده جاذبيه للاسيد يوريك. أيوة. تولي الوجيعة في المفاصل كيما نوع الروماتيزم والوجيعة قويه برشا، والاكثر من ناكل اكثر من الحم العلوش للناس اللي عندهم الاستعداد للمرض هذايا، ولا يتصير المرض هذا عند الناس اللي ياكلوا برشا. الناس اللي ياكلوا برشا اما ديهم السمنه ولا ديهم نوع من الامراض هذه، تمخميخ برشا باللحم معناتها يجي لهم المرض هذا. علاش؟ على خاطر الماده هذه الاسيد يوريك موجوده في اللحم وبالاخص في الزوايد كيما الكبده والقلب والكليوي والمخ واللسان، هذوما فيهم برشا معناتها الماده هذه اللي هي تخلف حوامض في وسط الجسم اللي اكثر منها تولي تضر النوع هذا. يقول قايل تو بعد هالتخمه واحنا عشنا على واقع عيد الاضحى، شنو النصائح الغذائيه اللي توجهها للناس اللي كثروا شويه من ماكله اللي كثروا من ماكله العلوش باش ينثفوا الجسم؟ نحب ناكد حاجه، راهو المرقه اللي طاب فيها اللحم فيها اكثر مضره من اللحم بيدو، بما انه اللحم كي طاب في المرقه سيب يعني هذاك الشحم والاسيد يوريك هذايا، بما انه المواد هذوما تتنقل من القطعه نتاع اللحم للماء تنتشر في المرقه. بالضبط. يعني الشوربه ولا البويون ولا البرود ولا تلقى فيها المواد هذوما اللي بيغي اللي هما ينجموا خاطر فما شكون يقول به اللحمه ما ناكلهاش، ما ياكل اللحمه برشا ناس في بالهم ما يذوقش اللحم، هاكا ما ياكل حتى شيء، لكن كلا مقرونه طايبه باللحم، كوسكي طايب باللحم، شوربه باللحم، لكن هو ما استنفعش باللحم بيدو، خاطر الحديد اللي احنا لوجو فيه موجود في الزلال وما يذوبش في الماء، يقعد يقطع في الماء. ماخذاك السيئات، فما فيتامينات تتعدى زاده، لكن في الحالات هذوما باش نحكيو على الحاجات اللي ذابوا تعداوا وانتشروا في المرقه اللي فيهم الشحومات والاسيد يوريك. يعني الاحسن الافضل باش ناكلوا قطعه اللحم اللي طابت في المرقه اكثر من المرقه اللي طاب فيها. ايوه. الحاجات اللي تحب شويه نصائح، شرب الماء هذه اول حاجه، نشرب ونفوتوا زوز لترات باش ننظفوا الجسم من كر الحاجات اللي قعدوا الشحومات اللي تراكمت، الرواسب هذوكم الداخليه اللي قعدت في الجسم. ننصح بالقارس برشا، على خاطر القارس عنده مفعول عكس اللحم، يعني اللحم يخلي حوامض في الجسم، القارس اللي هو حامض في المطعم يعني العكس في الجسم، يعني العكس هو هو باهي. اول حاجه هو مع اللحم باهي ماكلته مع اللحم، بما ان بنين هذه بالطبيعه. وثاني حاجه هو يمكن للحديد نتاع معناتها الحديد اللي في اللحم باش يدخل للجسم، يعني هو يعاون ويساعد الهضم نتاع البروتينات.
الحموضه نتاعو باهيه للمعده تعاون الهضم نتاع البروتينات وبالاخص يعني يعطي العكس في الجسم ونيفو دي تيسيو يعطي العكس نتاع الحموضه هذه. فما الفريز الفراوله منصوح به برشا زيدا يعني سواء كعب ولا في عصير القارس عصير ولا معصوره مع عصير يعني منظمه لمنظمه يعني نحكي على شويه قارس في كاس ماء مش برشا خاطر كي تولي لمنظمه فيها برشا قارس يولي يزيدوا برشا سكر ومش هذا احنا اللي نرجع عليه. التفاح زاد باهي برشا في الحالات هذوما يعني بعد التمخنيخ بعد الماكله برشا نتعداو للغلال اللي هما فيهم منفعه برشا للتوازن المعدني نتاع الجسم. والسلايد السلايط الكل فما برشا ناس خاطر ايام العيد وبعد العيد يقول لك نعاونوا بالسلاطه. السلاطه يعني الخضر الكامله راهو الطماطم سلايط الكلافز المعدنوس سفناريا هي سلايط كومبوزي يعني فيهم كل شيء والليتيوب هي بيدا سلاطه الخضراء. بالطبيعه الثوم ما ننساوش زكيه قد ما نحكيو على الثوم وشويه على خاطر حكينا عليه كبيره برشا منافع والبصل هذو مع الحاجات اللي من النوع النباتي ديما راهي باهيه في الحالات هذيا. شرب الماء شرب الشاي الحاجات الجاريه الشوربه الجاريه البرودو بلاش الحم بلاش الحم هذه هي النصيحه هذه اي بعد اللي احنا قلنا اللي البويون هو اللي نجم يكون فيه المواد هذو من المضره. بعد نرجعوا ناكلوا عاديين يعني نبعدوا شويه على الافراط هذا وبعد نرجعوا ناكلوا بطريقه متوازنه الحم ساعه ساعه. متوازنه اش معناها؟ معناها اذا ناخذوا المراهقين قداش يلزمهم الحم في الاسبوع؟ هو في الاسبوع راهو الحم مره معناتها الحم العلوش مره في الاسبوع مره حوت. اذا الصغار تقول لي مره في الاسبوع كافي اما الكبار مره في الشهر كافي؟ هاوي في في البيراميد اليمونتيغ الجديده هذه اللي ظهرت في الهرم الغذائي الجديد نتاع عام 2000 اللحم ولا موجود في القمه نتاع البيراميد يعني مره في الشهر كميه قليله نتصور اللي بعد عام يمكن يخرجوه من الهرم. يعطيك الصحه ودي نشكرك على نصائحك.